السلام عليكم احبابي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وفي صحه جيده باذن الله تعالى. اليوم كيف ما قلت لكم السردين عنده بزاف بزاف ديال الاستعمالات، الاف يعني لا تعد ولا تحصى، وكل وصفه كتغير من سيده لسيده ومن بيت لبيت ومن شاف لشاف. انا اليوم اقترحت عليكم هذه الوصفه ديال الحوت كواري اللي كتجي بالفلفله، كتجي واحد المذاق لا يقاوم، كتجي خفيفه في هذا الصيف. طبعا ماشي كيما ديما كنديروا الخضره كنحاولوا ننوعوا، والاضافه اللي زدت على الحوت الكواري غادي تشوفوه ان شاء الله في الفيديو، واحد المكون سحري تيكون في كل بيت طبعا، وما كيديروش الناس بالحوت، كيجي في السردين كيجي خطير. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو وتكتشفوا معايا المكون السحري وفرجه ممتعه. المقادير ديال الطبق ديالنا كالتالي: عندنا كيلو ديال السردين اللي هو تنقع على هذا الشكل، هذا تحيد منه القشره، تحيد منه السلسول والشوك، كيبقى غير الفيلي. من الاحسن تكون هذه النوعيه اللي شويه كبير، السردين الكبير تكون فيه واحد النسبه ديال الدهون كتعطي للدلع الطبق. عندنا 4 ديال الطماطيشات حجم وسط، 5 ديال الفصوص ديال الثومه، 4 ديال الفلفلات حلوين، كانوا حمر وخضر تغي فيه غابل ما كانش يكون على الخضر ولا اللي كان، جوج قرون ديال الفلفل الحار، قبطه ديال القزبر ومعدنوس، زيت البلديه طبعا، والتوابل عندنا نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال التحميره حلوه، نص معلقه ديال القزبر يابس، نص معلقه ديال البزار اللي هو الفلفل الاسود، والملحه نص معلقه حتى هو، واحد شويه ديال السودانيه اللي تيبغي الحار. وهذا المكون السحري هو راس الحانوت اللي كيعطي واحد اللذه لهاد السردين بواحد الطريقه عجيبه، جربوه وغادي تردوا عليا الخبر، لانه هو اللي كيعطي اللذه للسردين كثر هكا ملي تيكون كواري مع صوص طوماط. ندوزو غادي ندير التوابل وغادي نطحن هاد السردين، غادي نحك مطيشه باش ما نطولش عليكم الفيديو، نختصر الوقت ونجد المسائل كامله ونرجع معكم. كنخلطوا هاد العناصر كامله التوابل وكنطحنهم. انا كنفضل ندير هكذا حسن ما كتطحن الكفته وكنبدا نعجن فيها. قطع الربيع وكنزيدو في اخر لحظه. كما شفتو كتخلط معاه العطريه ديالو، كلشي كيجي ناضي. الكفته ديالنا جات زوينه تبارك الله. ملي طحنت الحوت ها شكلتو كويرات بحال هكذا. مطيشه كما كتشوفوا انا حكيتها، كما تنقول لكم دائما كنحتفظ بالقشور حتى كندير صوص طوماط، كاين واحد الفيديو خاص بصوص طوماط بالقشور، انا كنبقى نجمع فيهم حتى كيولي كونتيتي كبيره وكنديرهم صوص. الفلفله نقيتها وقطعتها كعويدات عواد. دابا البريباراسيون ساهله، غادي نشدو غنديرو هاد صوص طوماط، غنديرو فوق نعاق هكا، كنديرو الملحه، التحميره باش كتعطينا اللون،
شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار الصالح فقط، حيت التوابل اللي درناهم في الطماط ماشي هما اللي درناهم في البزار. كنصبروا لاصوص ديالنا حتى كتلبى مزيان، كتخلط فيها هاد العناصر كتندمج معاها مزيان، عاد كنرميو الكوار. غندير واحد شويه ديال الفلفل باش ما تجيناش الفلفله ديالنا باسله، نزيدو هاد الفلفل الحارين اخر حاجه، غنزيد الزويت. صافي ما غنزيدوها لا ما لا حتى شي حاجه، الفلفله غتطلق الماء، الكفته غتطلق الماء، غير غادي يطيب وغادي يطلق الماء. هو السردين ديالنا بعد ما طاب كيما قلت لكم ما زدت فيه لا ما حتى حاجه، طاب غير في الماء ديالو والماء ديال الخضره، ما درنا فيه لا حامض لا والو. الحامض كيخسر هاد الوصفه هادي بالضبط، لان قلت لكم الحاجه اللي كتبنوا هي داك راس الحانوت، كتعطي واحد المذاق عجيب ورهيب وفرجه ممتعه. وان شاء الله فيديو اخر نتلاقى بكم ان شاء الله باذن الله تعالى.